السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. قبل ما نبدأ الحقيقة عايز أقول حاجتين صغيرين. الحاجة الأولانية عشان اللي ما شافوش أول حلقة في السلسلة ديت، يعني سبب خلع الغطرة، أن معلش هي أثرت بسبب الحوافة بتاعة الغطرة، أثرت على عينيا وعملت التهابات، فأنا خلع الغطرة عشان كده، والطريقة طبعا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فدي أول حاجة. تاني حاجة عايز أشكر كل يعني الطاقم اللي شغال معانا، جزاهم الله خيرا في هذه الحلقات، لأن احنا بنسجل كل يوم 6 حلقات، يعني في جهد كبير عليهم، ربنا يا رب يجازيهم عنا كل خير. تعالوا نبدأ في قصة الليلة دي ونلتقي مع واحد من أئمة التابعين، وهو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. حقيقة جيل فريد جدا وجيل جميل جدا، ونتمنى ربنا يجمعنا بيهم في الجنة، عشان في الجنة نقعد مع كل واحد فيهم بقى يحكي لنا قصته من الالف للياء، وبجد هنستمتع بيها. ربنا يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى، انه ولي ذلك والقادر عليه. قاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنهم اجمعين. بتبدا القصه من ساعه الفتوحات الاسلاميه في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وانتصارهم الساحق على الفرس، ووصول الغنائم بقى من بلاد فارس الى المدينه المنوره. وكان من ضمن السبي والغنائم 3 بنات من بنات يعني ملك الروم اللي هو يزدجرد. وطبعا ال3 بنات كانوا في غايه الحسن والجمال، بنات ملوك. فعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه صعب عليه ان هم البنات دول يتباعوا زي اي بنات بيتباعوا يعني. فقال لعمر بن الخطاب، قال له يا امير المؤمنين، ما ينفعش ان البنات دول يتعاملوا معامله البنات العاديين، دول بنات ملوك. قال له طب نعمل ايه عليه؟ قال له نقومهم، يعني نحدد لهم ثمن ونغالي في الثمن، يخلي ثمنهم غالي جدا غير ثمن اي واحده. ولما نغلي ثمنهم ونعرف سعرهم، هم اللي يختاروا كمان مين اللي يشتريهم. تمام كده؟ فبالتالي ده اللي حصل. يعني مثلا لو افترضنا ان كل واحده قومت ثمنها مثلا يعني ب 30,000 دينار، كم واحد يتقدم عشان يشتريها؟ 10 أشخاص، هي تختار واحد منهم مش هو اللي اختارها. وبالتالي ده اللي حصل فعلا، وكل واحدة منهم اختارت واحد. فكان من ضمن الثلاثة واحدة منهم اختارت يعني محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبي، تزوجها وأنجبت له شيخنا الجليل الفاضل ضفنا للادي القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. يبقى أمه كانت بنت ملك الفرس وأسلمت طبعا بعد ذلك، وأبوه محمد بن أبي بكر الصديق وأنعم به من نسب. شو بقى؟ وعمته عائشة زوج النبي وزوج عمته النبي صلى الله عليه وسلم. أي نسب أعظم من هذا؟ وتمر الأيام، يتولد القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق في آخر خلافة عثمان بن عفان. ولما قتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكانت الفتنة العظيمة التي دارت بعد ذلك بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وبين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وكانت فتنة كبيرة جدا، ويعني قضت على الأخضر واليابس في الوقت ده. يا جماعة، كان محمد ابن أبي بكر الصديق كان واليا على مصر من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فحصل أن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق هو واخته كانوا صغيرين، كانوا عايشين مع والدهم اللي هو محمد ابن أبي بكر الصديق، كانوا عايشين معاه في مصر. ولما تطورت الفتنة التي دارت في هذا الوقت بعد مقتل سيدنا عثمان، وبعد الفتنة التي دارت بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، والصحابة قد تأولوا في هذه الفتنة وما أرادوا بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فالصحابة كلهم عدول بلا استثناء، كل أصحاب النبي عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد في الموضوع، في الفتنة دي قتل محمد ابن أبي بكر الصديق، قتل في مصر. فجاء عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق اللي هو أخو محمد بن أبي بكر، فنزل مصر وخد القاسم بن محمد وأخته الصغيرة ونزل بيهم على المدينة المنورة. راح بيهم على فين يا جماعة؟ راح بيهم مباشرة على عمتهم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها.
أمنا عائشة كانت في قمة الرحمة والحنية والحنان اللي لا يخطر على قلب بشر. مين اللي بيحكي بقى الموضوع دوت؟ القاسم ابن محمد بنفسه هو اللي بيحكي، بيقول: فحملنا عمي، حملني أنا وأختي إلى عمتي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بيقول: فما رأيت والدة قط أرحم منها أبدا، ما شفتش واحدة في حنية أمنا عائشة، ما شفتش واحدة في رحمة أمنا عائشة، ما شفتش واحدة في حنانها. عملت معهم كل شيء، تأكلهم شربهم، بيقول إنها كانت بتحط قدامهم الأكل هو وأخته، ولما يأكلوا لو فضل حاجة من الأكل كانت هي تأكلها، ولو ما فضلش حاجة كفاية إن هم أكلوا. سبحان الله، دي عمتهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فعاش القاسم بن محمد وأخته عاشوا في بيت النبي، يا بخته عاش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس المكان اللي اتدفن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعاش مع أمنا عائشة، بيقول: كانت تحضنا على الخير، وكانت بتعلمنا القرآن وبتعلمنا السنة، وكانت تعلمنا كل حاجة، وربتنا على الأخلاق الفاضلة والسلوكيات القويمة، وكانت بتأكلنا وتشربنا وتغسلنا جسمنا، وكانت في الأعياد تزيننا وتلبسنا أبهى وأجمل الثياب، وتودينا نصلي العيد ونرجع تاني، وتتحفنا بالهدايا. يعني بص، بيقول يعني عملت معهم أشياء لو أمهم نفسها كانت عايشة ما كانتش عملت معهم اللي عملته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فضلت أمنا عائشة مهتمة جدا بالقاسم ابن محمد بن أبي بكر، ده ابن أخوها وأخته، ويعني اهتمت بالاثنين فترة كده، إلى أن جاءها في يوم الأيام عبد الرحمن بن أبي بكر. حست أنه زعلان. شوف إحساس المؤمن بأن أخوه زعلان منه، أو هي حاسة أن أخوها زعلان منها، إحساس عالي جدا جدا. سانة حساسة رضي الله عنها وارضاها، وعارفة إمتى هو يزعل وإمتى يفرح، ودي المحبة اللي بتربط الأسرة والعائلة. دفء الأسر اللي ناس كتيرة اتحرموا منه النهاردة، وبقت الدنيا ومشغوليات الدنيا والانكباب على الدنيا، ويعني وإقبال الناس على الدنيا، خلاص بقت قطيعة رحم النهاردة بقت هي الأصل، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. مع أن المولى عز وجل قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أمنا عائشة عارفة إمتى أخوها بيزعل وإمتى أخوها ما يكونش زعلان. فلما دخل عليها فقالت له: أي أخي، إني لم أزل أراك معرضا عني، أنا شايف أن أنت معرض عني وزعلان مني. زعلان مني عشان إيه؟ هقولها لكم ببساطة كده. بتقول له: زعلان مني ليه؟ أنت زعلان مني عشان أنا خدت الولد والبنت وخليتهم عندي؟ اوعى تفهم ان انا عملت الامر ده تجاهلا لك او تطاولا عليك، ابدا. انا كل ما في الامر عارفة ان انت رجل عندك ازواج، متجوز اربعة او ثلاثة، فانا خفت ان الولد والبنت الصغيرين دولت اللي ما بيقدروش ان هم يشوفوا امرهم لان لسه اطفال صغيرين، خفت ان هم يروح عند زوجة من زوجاتك ف تتقزز منهم او تتضايق منهم او تكون حاسه بشيء من يعني من اشمئزاز منهم. لاطفال شيء طبيعي، ما بيملكوش نفسهم، بيقضوا حاجتهم، محتاجين حد يراعيهم ينظفهم يعملهم، فخفت ان حد منهم يزعل، فاردت ان انا اعافيهم من هذا الامر لحد ما يكبروا ويقدروا هم بعد كده يحافظوا على نفسهم وعلى نظافتهم، واديهم الان كبروا شويه، لو حبيت تاخدهم خدهم. شفت الاحساس العالي الجميل والحنيه الحلوه اللي في قلب أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وبالفعل خدهم عبد الرحمن ابن أبي بكر وراح بيهم بيته، وعاش معاه القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وأخته، الاثنين عاشوا عند عمهم عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. لكن مهما حصل، القاسم ابن محمد عمره ما ينسى حنية أمنا عائشة، وكان يقعد وسط الناس وهو بيتكلم، وكل ما يقول كلمة يقول: حدثتني أمي وسمعت من أمي، قالت لي أمي. ما كانش يقولها غير أمي، وكان يحب أمنا عائشة حب لا يخطر على قلب بشر. على أيديها تعلم القرآن، على أيديها تعلم السنة، على أيديها شاف الرحمة والحنان، على أيديها عوضته عن فقد أمه وأبوه، إنه كان يتيم من سن صغير، فعوضته عن كل ده. ومن رحمة ربنا أن أمنا عائشة ما عندهاش أولاد،
فاعتنت بيهم اعتناء فوق الخيال وحرمت نفسها عشان تربيهم رضي الله عنها وأرضاها. فشاب الفتى على حب القرآن وعلى حب السنة. وكانوا يقولوا بقى يعني الأئمة الكبار من المعاصرين كانوا يقولوا إن أكثر الناس شبها بأبي بكر الصديق هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. خدوا بالكم، كانوا بيقولوا كان أكثر واحد كان أشبه بأبي بكر في كرم الشمائل ونبل الخصال وقوة الإيمان وشدة الورع والتقوى وسماحة النفس والطيبة والأخلاق. كان أكثر واحد يشبه جده أبي بكر الصديق هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وكان في قمة التواضع. لدرجة أن ابن إسحاق بيحكي أن في يوم من الأيام جه واحد بيسأل القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، بيقول له أيكم أعلم، مين أكتر واحد فيكم أعلم من التاني، أنت أم سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب؟ فسكت وقال سبحان الله، كل سيخبرك بما علم، لما تسألني اللي هعرفه هقوله لك، ولما تسأله اللي هيعرفه هقوله لك. أنت يعني عايز تسأل ليه مين أعلم من التاني؟ زي برضو بعض الشباب الصغيرين طلبة العلم دايما يخش في الحتة دي، هو مين أعلم، الشيخ فلان ولا الشيخ فلان؟ أنت مالك بمين أعلم؟ أنت اسأل الشيخ، إن كان عنده علم في المسألة دي هيرد عليك، وإن لم يكن عنده علم فلن يرد، ويقول لك روح اسأل غيري، الله أعلم، واخد بالك؟ فالقاسم بن محمد قال له سبحان الله، كل سيخبرك بما علم. فرجل مصر قال أيكم أعلم؟ فقال له اذهب إلى سالم فسأله. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب موجود أهو، روح اسأله. الأئمة قالوا إيه بقى؟ قالوا إن القاسم بن محمد كان أعلم من سالم بن عبد الله بن عمر، فخاف يقول له أنا أعلم يبقى كده بيزكي نفسه، وخاف يقول له هو أعلم يبقى كده بيكذب، وهو يعلم إن هو أعلم من سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. كان يعرض عليه الهدايا والعطايا من الأمراء والخلفاء وكان يرفضها كلها، كان لا يقبل أي شيء من كده، كان لا يقبل هذا، ويعلم أن العالم لو قبل هدايا الملوك وعطايا الملوك فقد تودع منهم خلاص، يبقى كده ضحى بكل ما عنده من علم. وشوف النهاردة الأحوال، ربنا يا رب يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. من كتر حب الناس في القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، قال في حقه عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين، قال لو كان الأمر بيدي لبايعت أو لوليت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق خلافة المسلمين. قال لو كان الأمر بإيدي، لكن الأمر مش بإيدي، الأمر بإيد خلفاء بني أمية. فعمر بن عبد العزيز بيقول لو كان الأمر بإيدي ما كنتش أخلي حد خليفة على المسلمين إلا محمد ابن أبي بكر الصديق، إلا القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. فلما وصلت الكلمة إلى القاسم ابن محمد قال إني لأضعف عن أهلي فكيف بأمر الأمة. يعني بيقول يعني إذا كان هو بيقول إن أنا أمسك أمر الأمة إذا كنت أنا أضعف عن أهلي. طبعا هو لا يزكي نفسه، ولكنه كان جديرا بقيادة الأمة رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده. في يوم من الأيام في عهد خليفة المسلمين، في عهد أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك، حصل أمر وحب أن هو يستفيد من حب الناس للقاسم بن محمد ولسالم بن عبد الله بن عمر الخطاب. إيه هو الأمر اللي حصل دوت؟ هنعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبك. هم كالملائك في السماء مطهرين